كان أن يكون الولد من الباقيات الصالحات أو لا؟ بطبيعة الحال حتما ممكن الولد إذا أحسن تربيته، إذا أحسن توجيهه وكان ولدا صالحا كان من الباقيات الصالحات، لأن أولا هذا من بعد أبوه. شنو هو؟ من بعد أبوه السمعة الكريمة، من بعد أبوه الدعاء، من بعد أبوه العمل. أكو بعض الأبناء مفخرة، ما في شك مفخرة، ويقول واحد من شعرائنا يقول: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري، ولكن منه شيبان. فكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. يتأمل، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله مفخرة لعدنان. فإذا الولد قد يكون هو العمل الصالح، شو وقت؟ إذا كان ولدا صالحا، إذا رباه الأب فأحسن تربيته، لأن الولد ريحانة. وما في شك أن الأب يحرص، ما أتصور أكو أب ما يحرص على أن يكون ابنه نموذج مشرف، لكن واحد تتسع له وسائل التربية، واحد لا والله عنده شوية إهمال، واحد ما يقدر هالحالة، وإلا كل أبو ينزع، كل أبو ينزع إلى أن يكون ابن نموذج مثالي.